وقع مجلس شؤون الأسرة وبنك التنمية الاجتماعية مذكرة تعاون مشترك لإطلاق مبادرة أيديثون تالة المرأة، وذلك برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي. معي على الهاتف الآن الدكتورة لانا بنت حسن بن سعيد، وهي عضو مجلس شؤون الأسرة ورئيسة لجنة المرأة. دكتورة حياك الله معنا في أهلا. يا هلا وسهلا، حياكم الله. اليوم شهدنا إطلاق هذه المبادرة. قبل ما ندخل في التفاصيل، في سؤال حول اختيار شعارها أو عنوانها أديثون تالة المرأة، كيف تفسرينه للمشاهدين والمشاهدات؟ حياك الله. بالنسبة لكلمة أيديثون، هي مسابقة إلكترونية تهدف إلى استقطاب الأفكار الإبداعية لمشاريع تخدم المرأة. تالا وهو الاسم المميز لهذه المبادرة، وهو مختصر لأربعة أهداف نسعى لتحقيقها في هذه المبادرة. التاء هي تمكين المرأة في كافة المجالات. الألف الأصالة، نستهدف الأصالة ونركز على قيمنا وثقافتنا العربية والإسلامية. اللام هي اللحمة، نسعى إلى تحقيق اللحمة الوطنية والانتماء وتعزيز الولاء. وفي النهاية هي التنمية المستدامة التي نطلع عليها من خلال هالمشاريع هذه. نعم دكتورة، خلال في هذه الاتفاقية ما يسمح لرواد ورائدات الأعمال أن يحصلوا على دعم وتسهيل لإنجاز مشروعاتهم، من الذي يستحق الحصول على هذا الدعم وما آليته؟ نعم، في هو هناك شروط للمشاركة في هذه المسابقة. أول أن يكون طبعا سعودي الجنسية، أن يكون عمره متقدم فوق 18 سنة، أن تكون الفكرة أو المشروع التي يتقدم فيه مبتكر وذو أثر اجتماعي مستدام ويخدم المرأة. والشرط الأخير وهو الأهم، أن تنفذ هذه المشاريع في أحد محافظات المملكة وليس مدنها الرئيسية. طيب أوقف عند كلمة ويخدم المرأة، أنتوا حاطين من الشروط أنه يكون المشروع موجه إلى المرأة. نعم، لا، موجه للمرأة. إما أن يكون صاحبة المشروع سيدة، أو أن يكون المشروع يقدم خدمات للمرأة في خمس مسارات. إحنا حددنا خمس مسارات تقدم فيها هذه المشاريع. المسار الأول هو مسار دعم وضع المرأة ما بعد جائحة كورونا. المسار الثاني التقنية والتطبيقات الإلكترونية. المسار الثالث صحة المرأة والأسرة. مسار الوعي الحقوقي والقانوني. ومسار الثقافة والفنون. فأي مسار من المسارات هذه راح نستقبل فيها المشاريع بإذن الله. طيب أخيرا، اللي عنده المشروع جاهز ويبغى يتقدم لكم وكل الشروط تنطبق عليه، آلية التقديم وين؟ على أي موقع؟ ستعلن بإذن الله قريبا، في خلال الأسبوعين القادمين ستعلن على موقع مجلس شؤون الأسرة وبنك التنمية الاجتماعي بإذن الله. نعم دكتورة لانا، شكرا جزيلا لك.